بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم عن حصر كميات الخرسانة باستخدام برنامج الأوتوكاد والإكسل شيت. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حصر المانيوال، النهاردة بقى هنتكلم عن حصر بالبرامج. فأول حاجة دلوقتي هي عندي لوحة أساسات، لوحة محاور وأعمدة، ولوحة تسليح سقف. فعايزين هنبدأ نشتغل نعمل حصر للعناصر الخرسانية، بداية من القواعد العادية، القواعد المسلحة، السملات، الأعمدة، الكمرات والبلاطات. فأول حاجة إن أنا هعملها إن أنا هعمل لاير جديدة خاصة بالحصر وأسميها بيل مثلا أوف كوانتيتي، وأدي لها اللون وليكن اللون الأزرق عشان هو اللون اللي مش موجود هنا. بعد كده هبدأ أخد اللوحة بتاعة الأساسات دي برا. أنا دلوقتي هعمل حصر للقواعد العادية. خلاص، طيب الحصر للقواعد العادية، احنا عندنا القواعد العادية من جدول القواعد، السمك بتاعها كلها اهو 40 سنتي، فده هيسهل علينا الحصر. هاجي دلوقتي هعمل لير ايزوليت للقواعد العادية، وبعد كده هجيب اللير بتاعة الحصر اشغلها، وبعد كده ابدأ اقفل المستطيلات دي عشان لو شكل كده مفتوح اماكن السملات زي ما ظاهر هنا مش هينفع احسب لها المساحة. الموضوع مش هياخد دقيقتين يعني. الجزء اللي انا مش هعرف اعمل له مستطيل ده اعمله له بولي لاين. هي كانت عبارة عن قاعدتين مسلحة منفصلين قربهم من بعض، فعملنا لهم قاعدة عادية مشتركة، لكن القواعد المسلحة كانت منفصلة عادي. بعد ما رسمته اعمل لها اللير دي ايزوليت عشان اتاكد ان مفيش حاجه غيرها. خلاص، طيب بعد كده بقى في امر اسمه امر ريجون مش ريجنريت، ريجون مش جنريت ريجنريت. ريجون ده بيعمل ايه؟ بيحول لي المساحات دي، المستطيلات دي، لمساحات مصمطه. خلاص، فاختار كل البلاطات، هيقول لي في 21 regions created. تمام، بعد كده اروح مختار كله وبأمر ماس بروبرتيز واختارهم. هيقول لي والله الاريا 156 و 59 متر مربع. اروح انا جاي بقى بالكالكوليتور بسرعة، 156 و 95 في 40 سنتي اللي هو السمك يساوي، سوري، 156 في 40 سنتي السمك، يبقى حجم القواعد العادية ب62 و64 متر مكعب. طب خلاص كده أنا عملت حصر للقواعد العادية. بعد كده أشغل بقى كل اللايرز عادي، ودي غالبا بنعملها بالطريقة دي أسهل، ما بنعملهاش بالإكسل لأنها سهلة يعني، أنا حسبتها وبسرعة. خلاص، لكن لما يكون في مقاس السمكات مختلفة زي الأبعاد المسلحة هنلاقي هنا، خلينا هنا عشان بس الدنيا تتغير شوية. هقول إن مثلا النماذج 5 و6 و7 دول عبارة عن 80 سنتي والباقي 60 سنتي، بس عشان أوريكم لما بيبقى في اختلاف في السمك بنعمل إيه. خلاص، دلوقتي عايزين بقى نعمل حصر للقواعد المسلحة. برضو اخده تاني كده كوبي، بعد كده اعمل لير ايزوليت. بس هنا في حاجتين بقى، اولا الكتابة اللي بالاخضر دي عشان اعرف اميز النموذج بتاع القاعدة واللير بتاعت القاعدة.
بعد كده ابدا بقى نفس الكلام، اقفل اللايرز بتاعت سوري، اقفل المستطيلات بتاعت الاواعد. كده قفلت كل القواعد، بعد كده هفتح الاكسل شيت. الاكسل شيت ده هيبقى اللينك بتاعه تحت الفيديو ان شاء الله. هاجي بس اقف هنا في اي حتة. دلوقتي انا عايز اعمل حصر لنموذج قاف واحد. خلاص خلينا نقول ان هنا قاف واحد وقاف اتنين وقاف تلاتة وقاف اربعة، مش هتفرق ان كلهم نفس السمك. فهختار، عايز اشوف فيه كم عدد من قاف واحد وقاف اتنين الكلام ده. ابدا اختارهم كلهم اللي فيهم قاف واحد وقاف اتنين وقاف تلاتة وقاف اربعة. دي كانت قاف ستة مش هختارها. طيب واحدة واحدة من الأول، دول كلهم ودول كمان ودول كمان. كده سيبت النماذج قاف خمسة وقاف ستة وقاف سبعة، هم عملتهمش سيلكت. بعد كده بأمر ريجون بعد كده باستخدام امر ماس بروبرتيز احدد كل الاواعد اللي انا عايزها. عندنا الاريا بتاعتها 46 وزيرو ستة سبعة خمسة. في السمك بتاعها اللي هو كان 66 سنتي. بعد كده حجم القواعد اللي هي قاف واحد وقاف اتنين وقاف تلاتة وقاف اربعة، 67. كده نيجي بقى عايزين نعمل النماذج التانية.
اعمل امر ريجون قف خمسة، قف خمسة من هنا، قف سبعة، بعد كده بأمر ماس بروبرتيز يطلع لي بي 30 و 44، أضربها في السمك بتاعها اللي هي 80 سنتي، سوى 24 و 35، يبقى هنا احنا عايزين بقى نشوف مجموعهم، ده زائد ده دي حوالي 52 متر مكعب. خلاص لو عندي كذا نموذج عرفنا اهو بنعملهم ازاي. الطريقة التانية بقى ان انا ممكن اخش كده بالجدول من غير ما اعمل اي حاجة على الكاد، اخش بالجدول ده في ال على شيت اكسل ده. خلاص بس الاول بقى اعمل تيرن اول لايرز، هنا دلوقتي انا عايز اعرف انا عندي كام عدد النماذج بتاعت قاف واحد وقاف اتنين وقاف تلاتة وقاف اربعة. خلاص اخش كده هنا عشان اعرف عددهم بامر فلتر اد سيلكتد اوبجكت، اختار قاف واحد امسح البوزيشن والنورمال فيكتور، اقول له اد سيلكتد اوبجكت واحط قاف اتنين، وامسح برضو النورمال فيكتور والتكست بوزيشن وات سيلكتد اوبجكت تاني قاف تلاتة، وامسح النورمال فيكتور والتكست بوزيشن تاني في نموذج قاف اربعة. لو انا بقى كان عندي النموذج كل نموذج ليه سمك كنت بقى هعرف العدد من كل نموذج بنفس الطريقة يعني، بس مش هقعد بقى ادخل كله يعني، هختار بس مرة واحدة واعمل اشوف عدده زي ما انا هعمل دلوقتي. كده ابلاي اختار اللوحة كلها، بيفضل ان احنا نعملها مع نموذج نموذج، امر فلتر واقول اد سيلكتد اوبجكت واروح على نموذج قاف واحد، اشيل البوزيشن والنورمال فيكتور واقول ابلاي، يمين كويك بروبرتيز قال لي ان في اتنين من نموذج قاف واحد. تمام اروح فاتح الاكسل شيت رينفورسد كونكريت، عدد اتنين من نموذج قاف واحد، قاف واحد 90 سنتي في 85 سنتي في 60، بالنسبة لقاف اتنين أمر فلتر كلير ليست ات سيلكتد اوبجكت، كويك بروبرتيز هلاقيهم 13 قاعدة. هخش كده في الجدول بقى في هنا عدد 13 قاعدة من نموذج اف اتنين، 1.5 في 1.4 في 60 سنتي، وبعد كده بالنسبة لقاف تلاتة فلتر
برضو. عددهم 4. خش في الجدول. متر 95 في متر 75. نخش على كف 4. لأنها موجودة مرة واحدة بس، أقول له العدد 1. قف 4 بمترين وخمسة سنتي في متر 75. بالنسبة لقف 5 بقى، في مرتين وأبعاده 2.40 متر في 2.80 متر في 80 سنتي. نخش على قف 6 بقى. فلتر. واضح ان هما مرتين. الابعاد بتاعته 2.70 متر في 2.20 متر في 80 سنتي. بعد كده بالنسبة لقف 7، واضح ان هو موجود مرتين. عبارة عن 2.15 متر في 1.40 متر في 80 سنتي. بس كان في تعديل بسيط في الإكسل شيت. طبعا كده تسليق الحجم القواعد المسلحة طلع بالإكسل شيت 49.6 متر مكعب، في بالكاد كان 51.99. طبعا دي جاية من التقريب، فرق تقريب بس مش أكتر. نخش بقى على الحاجة اللي بعد كده، حصر السيميلات. امسح ده، بتاخد كوبي من ده كده بره. طيب دلوقتي انا عايز اعمل حصر للسيميلات. واضح ان السيميلات كلها نموذج ام 2 ميم 2 ما عدا السيميل ده وده ميم 1 خلاص. فخلينا هنا ظهر اللاير بس بتاعة الكتابة وبتاعة السيميلات. واضح هنا ان السيميلات كلها مرسومة بأمر لاين. لو كانت معمورة بأمر مالتي لاين اعمل لها اكسبلود، عشان لازم تبقى
معمولة بأمر لاين يعني. خلاص طيب دلوقتي احنا عايزين نحسب الطول بتاع السملات دي كلها، فهختار كله. ممكن نعمل بس كنترول زد، نعمل لير ايزوليت بس من السيتنجز اخليها لوك اند فيت بس عشان ابقى شايفها يعني. يبقى انا كده ظهرت عندي السيميلات كلها اختارها. دلوقتي احنا دلوقتي ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ السيميلات كلها عندنا قطاع 25 في 60 ما عدا السيميل ده وده 20 في 60. عشان احسب بقى حجم السيميلات محتاج اجيب ايه؟ السبان بتاع كل سميل. طيب هل ان انا اقعد احسب بقى كل سميل طوله كام وكده؟ لا لا، في حاجة اسمها الليسب. يعني زي برنامج صغير كده بيتحمل على برنامج الكاد بيقدر يحسب لي التوتال لينس بتاع كل ده. طيب انا بحمله ازاي؟ من هنا بقول لود ابلكيشن وببدأ احمل لسب اسمه توتال لينس واقول له لود، اكتب لي تحت سكسسفولي لود لودد، يبقى خلاص. بعد كده عشان اشغل اللسب ده اختصاره تي كده بيقول لي سيلكت اوبجكتس، اختار كله وما عدا السمل اللي تحت ده والسمل اللي تحت ده واقول له انتر، هيطلع لي التوتال لينث 652 ونص متر. طيب هل ده كده اللي انا اضربه في القطاع في مساحة القطاع بتاعت السميل يطلع لي الفوليوم؟ لا، لان ده هنا كل خط السميل مرسوم بخطين، فانا المفروض اقسم الرقم ده على 2. يعني 652 ونص دي 652 ونص على 2 يساوي 326 وربع. اخش بقى هنا أو ممكن أحسبها على طول يعني مش مستاهل إكسل شيت كده. 326 وربع. خلاص الدبس كان عبارة عن 60 سنتي في 25، لا الفوليوم كذا. طيب هنا في قطاع تاني اللي هو كان عبارة عن 60 في 20، أفتح الكاد بعد كده اعمل الليسب تاني واختار دول واختار دول انتر، يقول لي الطول بتاعهم 6 و 68. كالكوليتور 6 و 68 على 2 يساوي كذا، تساوي 3 و 34 متر. وهو تلقائي بيجمع لي دول مع بعض ويحطهم لي هنا تحت. يبقى انا كده عندي السملات عبارة عن 49 و 33 متر مكعب. يبقى انا كده عملت حصر للأواعد العادية والأواعد المسلحة والسملات. نيجي بقى نعمل حصر للأعمدة، امسح بقى الكلام ده خلاص، اعمل لير ان ايزوليت، امسح اللوحة دي، اجيب لوحة الأعمدة بقى بس في حاجة بس عايزين ناخد بالنا منها، ان هنا التسليح في البدروم والارضي قطاع هو الجيفن في الجدول اللي هو ده، بيقول لي هو قطاع 30 في 25. وبيبدأ يعني ناخد بالنا ان في قص البدروم والارضي بيبقى قطاع الاول والتاني قطاع وهكذا. خلاص فناخد بالنا من الموضوع ده. بس فالطريقة الاولى اللي احنا هنعمل بيها حصر للأعمدة ببرنامج الكاد، برضو هوريكم بعد كده بالاكسل شيت بتعمل ازاي. خلاص فاول حاجة عندنا اهي الأعمدة، أمسح كله أسيب بس قطاعات الأعمدة، أي حاجة تانية أمسحها، مش هعمل سوليت سيتنجز أوف.
كده نفس الكلام، هقعد ارسم بقى باللاير بتاعتي قطعات الأعمدة، المفروض اختار اللاير بتاعت الحصر مش اللاير دي، نفس الكلام اللي كنت بعمله في الأواعد يعني. بعد بقى رسمت كل الأعمدة هعمل لها ريجون. طيب الأول أخفيها أظهر بس اللاير بتاعتها كده بأمر ريجون، قال لي 30 ريجونز كريتد كده بأمر ماس بروبرتيز أختارهم كلهم، يعني هو بيقول لي الأريا كلها 4.05 متر مربع، بس ما نتلخبطش. هنا الاريا كلها 4.05، أو ممكن بسرعة على الآلة يعني الاريا بتاعت العمدان كلها 4.05 في ارتفاع الدور اللي هو 3 متر، واضرب في 2 لان العمود ده مستمر دورين البدروم والارضي بنفس القطاع، يبقى 24.3 متر مكعب ده حجم الاعمدة. ممكن نعمل الكلام ده باستخدام الاكسل شيت، او ممكن برضو زي ما عملنا مع القواعد بالظبط على لوحة المحاور والأعمدة، هلاقي فيه 7 نماذج للأعمدة. طب أنا عايز أعرف فيه كام عمود عين واحد، أنا ممكن أمسح الحاجات اللي أنا مش محتاجها. في عمود اهو واضح ان احنا نسينا نعمله، 25.3، مش مشكلة يعني. في 3 متر في 2 يبقى كده كله بيساوي ده زائد ده، ده كده حجم الأعمدة في البدروم والأرضي. فاتح الكات بقى، دلوقتي أنا عايز أعرف فيه كام نموذج لعين واحد بأمر فلتر.
وابدا اعمل ابلاي، اختار كله يبقى فيه 7 من عين واحد، عين واحد قطاعه 30 في 25 سنتي، يبقى كده فيه 7 من عين واحد، 3 من 10 في ربع في 3 متر، تمام. طيب بالنسبة لنموذج عين اتنين، أمر فلتر، أهو عين اتنين، خلينا نختاره كله مع بعضه أحسن. كويك بروبرتيز هلا يقول لي فيه 13 نموذج منه. طيب القطاع بتاع عين اتنين كان عبارة عن 30 في 40، والهايت 3 متر، بعد كده عين تلاتة عبارة عن 4، تمام، 4 × 3 اللي هو قطاعه 30 في 50، بعد كده نخش على عين 4، القطاع بتاعه 30 في 60، واضح ان هو واحد بس، تمام. والهايت 3 متر، بعد كده عين 5، قطاع 30 في 70، موجود مرتين، كده قاف 6، عين 6، أهو 30 في 80، مرتين، كده نيجي لآخر نموذج اللي هو قاف 7، موجود مرتين، وهو عبارة عن 40 في 45،
ده كده حجم الخرسانة في دور واحد. طب عشان نقول في دورين، يبقى في دورين بيساوي 12 وتلاتة سبعة خمسة في 2 يدينا 24.75 متر مكعب زي اللي طالع من الأوتوكاد بالظبط. خلاص نيجي بقى كده، احنا خلصنا الأعمدة، خش على حصر الكاميرات، ما بيفرقش أي حاجة عن حصر استميلات. ناخد كده اللوحة بتاعة السقف ورا، واضح ان هنا طيب اعمل بس لير ايزوليت لشوية حاجات، لوك اند فيد، الكتابة والكاميرات. دلوقتي امشي بقى مع الكاميرات اللي هي قطاع قطاع. الاول اتاكد ان الكاميرات مرسومه بامر لاين مش مالتي لاين، بعد كده بامر الاول قطاعات الكاميرات هلاقي فيه قطاع 12 في 70 وفي 12 في 60 يعني كله 12 في 70 مع الكاميرا دي 12 في 60. فاخد بالي بقى بامر الليس بي تي، ابدا اختارهم تاني، ممكن اختارهم انا خط خط بقى، وسهينا في الحالة دي مش هقسم على اتنين في الاخر، او اعمل ايزوليت اسهل للكاميرا بس بأمر تي، اختار كل الكاميرات اللي هنا. بس اللي هنا مشكلة ان هو يعني اللاير بتاعت البلاطة دي مرسومة بنفس لاير الكاميرا يعني، ممكن امسحها. مش كاميرا ومرسومة بلاير بالكاميرا خلاص. طيب بعد كده بأمر تي، الكاميرات اللي هنا كلها 12 في 70 واللي هنا برضو، ودي كلها 12 في 70. ودي كمان 12 في 70. واحدة واحدة تاني، أول هختار كل دول، اختار كل دول، فانا كده اخترت كله ما عدا الكاميرا دي والكاميرا دي اللي هم 12 في 60، برضو عايز اختار دول. انتر طلع لي طول 823 و 68، على 2 يبقى 411 و 84. اخش هنا اللي هي الكاميرا اللي عبارة عن 12 في 70، والتوتال لينس كان 411 و84. كده أنا طلعت الحصر بتاع الكاميرا ال 12 في 70، ناقص بقى الكاميرات اللي هي ال 12 في 60 دي بأمر
تي، اختار الخط ده ادوس انتر، اللي هي 19.5، 19.5 على 2 عشان في خطين، يبقى 9.75. الدبس بتاعها 60 والويتس ب 12، خلاص هو كده بيجمع لي كل ده كده في الاخر ويطلعه لي تحت. كده انا عملت حصر للكاميرات. هنيجي بقى اخر حاجة، حصر البلاطات. موضوع بسيط قوي يعني، خلاص بقى شغل كل اللايرز. هاجي بأمر باوندري، اختار ريجون من هنا عشان اعمل ريجون يعني للبلاطات واحسب المساحة بتاعتها. كده اد بيك بوينت، خليني اخد سقف تاني كده من بره عشان هنا انا مسحت بس شوية حاجات. ريجون بيك بوينت، تاني بأمر باوندري، ريجون بيك بوينت، اختار بقى البلاطات من جوه كده. طبعا ده فراغ مش هنختاره. السلم اختاره كده اجزاء اجزاء عشان ما يختارش الفويد اللي في النص. ناقص بس الجزء ده هنا، خلاص دوست انتر، ناقص بس الجزء اللي هنا وجزء البلاطة اللي هنا، هعمله بنفسي كده. طب امر ممكن اعمل ايزوليت بس للبلاطة كده بامر باوندري، ريجون بيك بوينت، اختار مكان جوه البلاطة اهو، بلاقي اختارها لي كلها بسهولة. وهو الجزء ده اللي احنا مكناش اخترناه في السلم، انتر او عملها لي كده. ناقص بقى ان انا احسب المساحات، ماس بروبرتيز، او بيقول لي ان الاريا 149.14، يبقى هنا الاريا اقول له 149.14 في الثيكنس بتاع البلاطات اللي هو هنا كام، كان عبارة عن 14 سنتي. ناخد بالنا بس ان لو في بس هنا في حاجة، البلاطة دي دلوقتي 20 سنتي ودول عبارة عن 14 سنتي، خلاص فخلينا نحسب دي لوحدها ودي لوحدها. خلاص هنا بأمر ماس روبرتس تاني، الاول اكون هعمل بس الايزوليت للاير بتاعت البلاطات وبعد كده ماس بروبرتيز، اختار بقى الباوندري اللي انا عملتها مكان كل بلاطه. طبعا ما عملناش هنا لانه كان فويد. وبعد كده الجزء بتاع السلم ده ادوس انتر، طلع لي 147.33، 147.33، والثيكنس بتاعه عبارة عن 14 سنتي، طلع الفوليوم بتاعه كده. طيب
ناقص بقى ان احنا نحسب اللي هي البلاطة التانية اللي تحت دي، امر برضو ناقص بروبرتيز، اختارها هي بقى. طيب انا ما عملت لهاش ريجون، سهلة، اعمل لها باوندري بامر باوندري او ريجون عادي. ماس بروبرتيز يبقى اختارها تاني كده، امسحه كده واعمله تاني باوندري ريجون بيج بوينت. طيب عشان بس هنا في شوية حاجات كتيرة كده، هو عمل ريجون حوالين كل حاجة يعني، فموضوع بسيط قوي. انا هاخد اللوحة دي كده اعمل لها ايزوليت بس، اخفي الباقي كله. سيتنجز اوف بقى الحاجات الصغيرة اللي جوه دي. بعد ما حددتها اعمل باب امر باوندري ريجون واد بيك بوينت، واختار بوينت جوه بس انتر، هيقول لي كرييتد وان ريجون كده تمام. بعد كده بامر ماس بروبرتيز اختار الخط ده وانتر، يقول لي الاريا 177.3 والثيكنس 20 سنتي تمام. حسب لي كده مجموع الفوليوم بتاع البلاطات وجمعهم تحت، وجنا السملات والكاميرات وجمعهم تحت، والأعمدة وجمعها اهي تحت، والآر سي فوتنج وجمعها تحت، البي سي فوتنج حطها هنا اهو. بس انا عشان هنا ما عملتهاش بالاكسل شيت، عملتها على كده على طول خلاص. وفي الاخر التوتال كونكريت فوليوم في الاخر بيطلع لي اهو هنا في الخانة دي. يبقى انا كده النهاردة اتعلمنا حصر الخرسانات للقواعد العادية والمسلحة والسملات والكمرات والأعمدة والبلاطات. إن شاء الله الفيديو الجاي هتكلم عن حصر حديد التسليح. يا رب تكونوا استفدتوا، وياريت تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.